وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوة والمشايخ الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال: ما حكم السلام مع إسرائيل؟ وده لعله يقصد الدعاوى اللي بيسموها دعاوى التطبيع مع إسرائيل، اللي قاعدين يرفعوها ناس الكودة وغيرهم من المبتدعة الضلال من أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كلها دعاوى باطلة، وجماعة ديل اللي بيرفعوا الشعارات ديل أصلا ما هم إلا أذرع وأيدي لليهود أو النصارى أو الرافضة. عشان كده قبل فترة أو أنا عندي الوثيقة موجودة الجريدة، عاملين لقاء مع يوسف الكودة ذاته وفاتح يدينه كده في الصورة في اللقاء، وقال أنا علاقتي مع إيران أو مع الشيعة في الهواء الطلق، في الهواء الطلق. فده مما يدل أن الناس الناس مجارمة وناس أعداء لدين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن جماعة الرافضة الموجودين ديل والشيعة ديل، ديل من أكفر عقيدتهم من أكفر خلق الله سبحانه وتعالى. من عقيدتهم الكفرية بيقول القرآن مخلوق واحد، القرآن محرف عفوا، وقالوا عندهم القرآن الصحيح اسمه مصحف فاطمة، قالوا مصحف فاطمة ده ما فيه حرف واحد من القرآن الذي بأيدي المسلمين، وده كفر بالله عز وجل. لأن القرآن يا جماعة محفوظ، ربنا سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وغير من الآيات. كذلك الفتاوى الباطلة القاعد يصدرها هذا الضال المضل وأمثاله، والحمد لله رب العالمين ربنا طلعوا من البلد دي وما عنده حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى، وما عنده أتباع من الشباب أو طلبة علم أو كذا أو كذا. فما تشتغلوا بالكلام ده كله، ده كلام باطل وناس مجرمين. وفي النهاية ربنا قال عن اليهود ديل كان طبعت معهم ولا ما طبعت، ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لو ما تبعت ملتهم بقيت كافر زيهم، ربنا قال لك اليهود ما بيرضوا عنك ولا النصارى. والآية دي بترد على هذه الدعاوى كلها بفضل الله عز وجل. قال السؤال الثاني: امرأة زنت ثم عندما وضع الطفل الزنا توفيت هي، توفيت هي الطفل، هل والله ما فهمت السؤال يا كتابة ما واضح. طيب قال ما الفرق بين الحزب الشيوعي والشيعة؟ الحزب الشيوعي ده بينكر وجود الإله، بيقولوا لا إله والحياة مادة، وده اللي ألفوه ناس لينين والجماعة المعاول المعروفين، وهي فكرة إلحادية تقوم على إنكار وجود الإله وإنكار جميع الأديان وإنكار جميع الغيبيات، الجنة النار النعيم القبر عذاب القبر إلى آخره، جميع الغيبيات حتى إنكار الإله الخالق سبحانه وتعالى. وتقوم أيضا الدعوة الشيوعية إلى إشاعة النساء، يعني إباحة الزنا وإباحة الشهوات من زنا ولواط، كل ده عندهم حلال، كله حلال. ممكن مرة تعرس لها كلب، ممكن كلب يعرس له مرة، المهم ده دين باطل ومنهج كفري والحمد لله انتهى. أما الشيعة الرافضة ديل
يوم الموجودين الآن غالبهم في إيران، ثم كثير منهم في العراق، ثم بعضهم في لبنان، اللي بيسموه حزب الله، والحزب ده ما عنده علاقة مع منهج ربنا ودين الله سبحانه وتعالى. ده حزب رافضي يقوم على تكفير الصحابة وسب الصحابة، ويقوم على العقيدة الرافضية المعروفة. قال هل الدجال تاب من سبه للصحابة؟ دجال الفتحاب، وقال أنا ما بتوب. وبراو قال كده، قال أنا ما بتوب. العلامة الفوزان رد عليه، مش كذب على الفوزان، قال داري طلعوا تكفيري والعياذ بالله. شيخ العلامة الفوزان منهج واضح، وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في هذا العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياه وأن يحفظه بحفظه. وردوا عليه علماء كتار، قال هل تجوز الصلاة في مسجد فيها أهل البدع والسماع إلى خطبة الجمعة؟ العلماء قالوا البدعة نوعان، بدعة كفرية مكفرة زي الاستغاثة بالميتين، زي الشغل اللي بيعملوه الصوفية دي، ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، أو دعاء الأولياء والصالحين والموتى، أو ادعاء علم الغيب، يقول لك فلان ده بيعلم الغيب أو أنا بعلم الغيب، دي كلها بدع مكفرة لصاحبها. فأي زول يعتقد بدعة مكفرة كهذه أو غيرها، الصلاة وراءه ما بتجوز، كما أفتى بذلك الإمام العلامة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في فتوى صوتية مسجلة موجودة بصوته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما إذا كان النوع الثاني من أنواع البدعة، وهي البدعة المفسقة، يعني ما مكفرة، عنده بدع لكن بدع دون الكفر، فده تجوز الصلاة وراءه. لكن إذا وجد مسجد لأهل السنة، أفضل لك تصلي معاهم وأحسن لك مما صلي عند الزول اللي عنده بدعة مفسقة ذات. لكن إذا ما في، يجوز تصلي وراء الإنسان اللي عنده بدعة مفسقة، ما مكفرة، مفسقة دون الكفر. وابن تيمية قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال من البدع، قال الذي يختبر الإمام ولا يصلي وراءه حتى يختبر عقيدته فهو ضال مبتدع صاحب هوى. يعني كمان زول ما يمشي أي جامع أول مرة يشوفه في حياته، ولا عارف جامع تابع لوين، يقوم يقول الإمام وينه، ينتظر برا جنب الباب، أهاي تعقيدتك شنو؟ أجب بلا أو نعم، صح صح غلط. ابن تيمية قال بيختبر الإمام بالطريقة دي، قال ده مبتدع ضال صاحب هوى. أنت صلي لحد ما يثبت لك شنو يا جماعة؟ يثبت لك العكس. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.